السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفة للعشاء خفيفة ظريفة، كتوجد في وقت وجيز جدا والمكونات اقتصادية ومتواجدين في كل بيت. نتمنى أن هذه الوصفة تنال إعجابكم وفرجها ممتع. إذا على بركة الله لهذه الوصفة غادي نحتاجو هنا كيف كتلاحظوا البطاطس والشوفلور. هنا عندي الشوفلور اللي فورتو أو يعني طيبتو على البخار، وعندي كذلك واحد ثلاثة الحبات ديال البطاطس او البطاطا اللي سلقتها بها بالقشرة ديالها، ومن بعد قشرتها ومعستها، يعني معستهم بجوج بهم بالفرشات، وغادي نخلطهم بهذا الشكل هذا. شوفلور تقريبا استعملت نص راس صغير ديال شوفلور، والكمية كتبقى على حسب الافراد ديال الاسرة ديالكم، فكنخلطهم بهذا الشكل من بعد ما كنمعسهم جيدا. ومن بعد كناخذ ثلاثة ديال الحبات ديال البيض، وكنزيد عليهم واحد جوج معالق كبار ديال المعدنوس والقزبر مقطعين مع بعضياتهم. كنزيد واحد الرشه ديال الثوم بودره او الثوم طري على حسب اللي موجود عندكم، شويه ديال الفلفل الاسود وشويه ديال الملح. غادي ندير شويه الملح بزايد لانه ما ملحتش البطاطس والشوفلور من قبل ما نطيبهم. ومن بعد غادي نزيد هكا واحد نص كاس تقريبا ديال القشدة الطرية او كريمة السائلة. اذا ما كانت عندكم الكريمة يمكن لكم تعوضوها بالحليب، ماشي مشكل. كنخلط هذا الخليط مزيان مزيان بهذا الشكل هذا، ومن بعد كنجيب داك الشوفلور وديك البطاطس اللي معوسين، وكنزيد عليهم هذا الخليط. كنزيد كذلك واحد يعني شويه ديال صدر الدجاج او ديك الرومي اللي مشحر في شويه ديال الزيت، كيبقى اختياري. اذا بغيتو ما بغيتوش تضيفوه ماشي مشكل. فقطعت يعني صدر الدجاج مكعبات صغيره وشحرتهم في الزيت مع شويه ديال الملح، وكنخلط كل شيء مزيان بهذا الشكل هذا. من بعد كنجيب الاناء او الطبسيل اللي غادي يدخل الفران، يكون مدهون بالزبده ومرشوش بالشابلوغ او بالدقيق الا ما كانش عندكم شابلوغ، وكنخوي فيه داك الخليط بهذه الطريقه هذه، وكنحاول نقادو مزيان بداك الطبق. ومن بعد كنرش الوجه بالجبن المبشور او الفرماج المحكوك، اي نوع موجود عندي. صافي كندخل الطبق ديال الفران يكون مسخن من قبل تقريبا ما بين ربع ساعه حتى 20 دقيقه باش داك البيض يطيب لنا وباش يتحمر الوجه ديال هاد الكغاطا، ونقدموه بالصحه والراحه. اذا الوصفه ديالنا هي من بعد ما وجدات، يعني وصفه خفيفه في وقت قياسي، كتجي زوينه بزاف في المذاق وكتعجب بزاف الوليدات اذا ما كانوش كياكلوا الشوفلور. يعني كتخلطيه بهذه الطريقه مع البطاطس، كتضيفوا له هذه المكونات فكيحمقوا عليه. واحد الاضافه يعني خصكم تخليوه حتى يبرد عاد كتقطعوه باش يبقى شاد الشكل ديالو. فنتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم، وانني لبيت الطلب ديال الاخوات اللي طلبوا مني هكا وصفات للعشاء سهله وسريعه بزاف. اذا عجبتكم ما تنساوش كيف العاده ديروا جيم الفيديو، تشاركوا في القناه باش دائما يوصلكم جديد من الوصفات. ما تنساوش تعليقكم كذلك اللي كتشجعني نعطي المزيد والمزيد. شكرا بزاف على المتابعه، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.